تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. مالك، للمزيد عن تفاصيل هذه الجلسة الاستماع، صباح الخير منى. نعم، اهلا بك مجددا هاجر. اذا منى باختصار قدمي لنا الاستجواب ما يحدث هاجر. جلسة استجواب عبد المؤمن. نعم هاجر، إذا جلسة استجواب عبد المؤمن خليفة ما زالت متواصلة لحد الساعة. إذا الجديد كما قلت أن عبد المؤمن خليفة يعني ما زال ينكر التهم الموجهة إليه، حيث أنه نكر أنه منح يعني تذاكر إلى المسؤولين أو إلى المدراء المؤسسات العمومية مقابل أنهم يضعون ودائعهم في بنك الخليفة، فنكر ذلك جملة وتفصيلا وقال أنا لم أمنح أي تذكرة لأي شخص كان. كما أيضا الملاحظ هاجر أن العدد أمس من جريدة النهار يعني تناولوا موضوع ربما عدم سماح لشقيق عبد المؤمن خليفة عبد العزيز خليفة يعني بالدخول إلى جلسة المحاكمة من أجل الحضور، إلا أنه اليوم صباح دخل شقيقه عبد العزيز خليفة ويعني حيا شقيقه داخل الجلسة وحضر جلسة الاستجواب. المميز أيضا هاجر أن خليفة يعني يتميز بدهاء، هذا الجولدن بوي له دهاء يعني عالي ذكي جدا، يعرف كيف يجيب على الأسئلة، متمكن أيضا يعرف كل خفايا الملف. ولما يعني سأله قاضي الجلسة، لأن المميز أن عبد المؤمن خليفة هو على دراية على كل ما يحدث في الساحة الوطنية من أحداث وتطورات على مختلف وفي مختلف المجالات، سواء كانت الرياضية أو الأمور يعني الوطنية كالسياسة إلى غير ذلك. فلما يعني سأله القاضي قال له أنت يعني إنك على دراية بكل صغيرة وكبيرة فيما يحدث، فقال عبد المؤمن بصريح العبارة أنا أتابع وأشاهد كل هذا على التلفزيون. هاجر سنوافيكم بالمزيد في الساعة الإخبارية اللاحقة إن شاء الله. شكرا لك منى. منى مالك موفد. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.